بذور الكتان لصحة القلب والشرايين، لارتفاع الضغط، لمرضى السكري، لارتفاع الكوليسترول الضار، للمفاصل والعظام وهشاشة العظام، للجهاز الهضمي والقولون، لتنحيف وتخسيس الوزن والبطن، للسرطان، للوجه والبشرة، لجمال الشعر وغيرها من الأمراض والحالات الأخرى. لذلك هل تعلم أن بذور الكتان تعالج أمراضاً في أجسامنا؟ قليل من الناس من يعرف فوائدها العلاجية، لذلك لا تبخل على نفسك معرفة هذه الفوائد حفاظاً على صحتك. فقط لا تنسى متابعة الفيديو للنهاية وضغط زر الإعجاب ومشاركة الفيديو، ولك بمثل الأجر. تعد بذور الكتان غنية بالألياف ومنخفضة الكربوهيدرات، مما يعني أنها تقي من الإمساك وتساهم في إزالة السموم من الجسم. تحتوي بذور الكتان على نسبة عالية من أحماض الأوميغا 3 الدهنية الضرورية للحفاظ على الصحة. وتعد بذور الكتان خالية من الجلوتين، مما يعني أنها بديل رائع للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين. فوائد بذور الكتان للقلب: تساهم بذور الكتان في خفض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، وذلك بسبب محتواه الغني من الألياف الغذائية وأوميغا 3، مما يقي من الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، إذ إن الاستهلاك المستمر لبذور الكتان يساهم في تخفيض خطر الإصابة بهذه الأمراض. فوائد بذور الكتان للسكري: تناول بذور الكتان بشكل منتظم يعمل على تخفيض مستوى السكر في الدم ويساهم في تنظيمه، كما يحسن تناول بذور الكتان من حساسية الأنسولين ويقلل مقاومة الأنسولين. يزود الجسم بمضادات الأكسدة تحمي خلالها البنكرياس من التلف، وهي المسؤولة عن إفراز الأنسولين. فوائد بذور الكتان للكبد: وجدت دراسة مخبرية نشرت في مجلة Journal of Oleo Science عام 2017، والتي ذكرت أن بذور الكتان تخفض من ضغط الدم، كما أظهرت النتائج تحسناً في وظائف الكبد والكلى في حالات ارتفاع ضغط الدم، كما أشارت الأبحاث الأولية إلى أن تناول بذور الكتان البنية المطحونة يومياً 12 أسبوعاً بالإضافة إلى تغيير نمط الحياة يمكن أن يقلل من كمية الدهون والضرر الذي يصيب الكبد لدى البالغين الذين يعانون من مرض الكبد الدهني اللاكحولي. فوائد بذور الكتان للكلى: تساهم بذور الكتان في تحسين حالات المرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى، حيث أظهرت دراسة نشرت في مجلة Hemodialysis International سنة 2012 أن تناول بذور الكتان المطحونة أثناء غسل الكلى مرتين في اليوم لمدة 8 أسابيع قلل مستويات الكوليسترول والبروتين الدهني منخفض الكثافة، أو ما يعرف بالكوليسترول الضار. ويجدر الذكر أن غسل الكلى يسبب في كثير من الأحيان الإصابة بالالتهابات واضطرابا في مستويات الكوليسترول. وقد نشرت دراسة في مجلة كيدني انترناشنال شارك فيها أشخاص يعانون من التهاب الكلية الذئبي، وتبين أن استخدام 30 غراما من بذور الكتان في اليوم مفيد لوظائف الكلى وآليات الالتهاب المهمة لتطور التهاب الكلية الذئبي. فوائد بذور الكتان للمعدة: تعد بذور الكتان غنية بالألياف التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتخفف من الإمساك وألم البطن، كما أتوصلت الأبحاث أن بذور الكتان تمتلك العديد من الفوائد، منها تقليل خطر الإصابة بقرحة المعدة والتقليل من تشنجات الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك، فقد أظهرت دراسة مخبرية نشرت في مجلة Journal of Ethnopharmacology سنة 2015 أن زيت بذور الكتان يمتلك تأثيرا مليناً للأمعاء. فوائد بذور الكتان لضغط الدم: تناول بذور الكتان بانتظام لمدة 3 أشهر يخفض ضغط الدم ويساعد في تنظيمه والحفاظ على توازنه في الجسم. فوائد بذور الكتان للجهاز الهضمي: تعزز بذور الكتان صحة الجهاز الهضمي، وذلك من خلال تقليل التهابات البطانة الداخلية للجهاز الهضمي وعلاج التقرحات، تعزيز وظيفة البكتيريا الطبيعية في القولون مما يساعده على التخلص من الفضلات والسموم، تنظيم حركة الأمعاء مما يقلل فرصة الإصابة بالإمساك، إذ تعتبر بذور الكتان ملينا طبيعيا للأمعاء، كما تقي من تهيج القولون. فوائد بذور الكتان للسرطان: تساهم بذور الكتان في الوقاية من عدة أنواع من السرطان، مثل سرطان الثدي وسرطان البروستاتا وسرطان المبيض والقولون. لذا يجب إضافة بذور الكتان
إلى النظام الغذائي اليومي. فوائد بذور الكتان لعلاج التهاب المفاصل. يعتبر زيت بذور الكتان من الزيوت التي ينصح مرضى التهاب المفاصل بها لاستخدامها موضعيا للتدليك، وخصوصا لمن يعاني من آلام الركبة، كما أنه يحتوي على الأوميغا 3 المفيد للمفاصل. فوائد بذور الكتان للمرأة: يقلل تناول بذور الكتان من أعراض سن اليأس وانقطاع الطمث وعدم توازن الهرمونات، لذا يمكن استخدام بذور الكتان كعلاج تكميلي لموازنة الهرمونات، وذلك لاحتوائها على خصائص مشابهة لهرمون الاستروجين. ومن فوائد بذور الكتان للدورة الشهرية أنه يساعد في تنظيم الدورة الشهرية، تحفيز عملية التبويض، تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام المرتبطة بانقطاع الطمث. طريقة استخدام بذور الكتان: يمكن إضافة بذور الكتان إلى النظام الغذائي بالطرق التالية: مزج بذور الكتان مع حبوب الإفطار، إضافة بذور الكتان إلى الكعك، إضافتها إلى السلطة، مزج بذور الكتان مع اللبن أو العصائر. فوائد بذور الكتان للشعر والبشرة: تفيد الأحماض الدهنية في بذور الكتان في الحفاظ على الشعر وإعطائه القوة واللمعان والتقليل من تساقط الشعر، تزيد مقاومة الشعر للتلف، وذلك لوجود الأحماض الدهنية الأساسية التي تعد ضرورية في تركيبة بصيلات الشعر. تحافظ بذور الكتان على صحة البشرة وتقلل من جفافها، تخفف من أعراض الاضطرابات الجلدية مثل حب الشباب والأكزيما. ويعتبر زيت بذور الكتان من أفضل الزيوت التي يمكن استخدامها للحفاظ على صحة الشعر والبشرة والأظافر والعينين أيضا بسبب التركيز العالي للدهون الصحية. يمكن الحصول على شعر صحي وبشرة صافية من خلال إضافة ملعقتين من بذور الكتان إلى النظام الغذائي اليومي، أو استخدام زيت بذور الكتان موضعيا على الشعر والبشرة للحصول على الترطيب والتخلص من الجفاف. موانع استخدام بذور الكتان: توجد بعض الفئات التي يجب عليها توخي الحذر عند استخدام بذور الكتان، نذكر منها الآتي: المرأة الحامل، يمكن أن تؤدي بذور الكتان إلى الاضطرابات الهرمونية أثناء الحمل، مما قد يشكل خطرا على الحمل، لذا الأفضل تجنب تناولها أثناء الحمل. العمليات الجراحية: قد يقلل تناول زيت بذور الكتان من تجلط الدم، مما قد يؤدي إلى النزيف أثناء العملية الجراحية، كما يجب الامتناع عن تناوله قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ الجراحة المقررة. تناول الأدوية: يمكن أن يتداخل تناول بذور الكتان مع بعض العلاجات الدوائية مثل أدوية خفض ضغط الدم وأدوية خفض السكر، لذا يجب استشارة الطبيب في هذه الحالات قبل تناول بذور الكتان. الحساسية: قد تسبب بذور الكتان الحساسية لدى بعض الأشخاص، وفي هذه الحالة يتوجب عليهم تجنب تناولها. وفي الأخير لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والتعليق إن أعجبكم ومشاركته مع أصدقائكم. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.